Welcome my friends أعزائي وحبيبي طلب ثانوية عامة أهلا بكم إن شاء الله نناقش مع بعض دلوقتي ملخص كامل وشامل لتشابتر 2 من رواية Great Expectations نبدأ مع بعض The soldiers ran into the marshes and saw two men fighting and covered in mud الجنود هيدخلوا إلى المستنقعات وهيشوفوا اثنين من الرجال

لأنه هيعتذر لجو ويقول له إن هو اللي سرق الأكل من منزل الحداد he told them that he was sorry that he had eaten their meat pie وهيقول لهم إن هو بيتأسف لأنه أكل فطيرة اللحمة بتاعتهم the man was taken to the prison shop بعد كده الجنود هياخدوا الراجل ده اللي هو الكونفيكت إلى سفينة السجناء a year passed بيب worked every day. عدت سنة بيب كان بيعمل بجد كل يوم he helped his neighbors with small jobs but in the evening he went to the village school بيب كان بيساعد جيرانه في وظائف صغيرة ولكن في المساء كان بيروح لمدرسة القرية an old lady and her granddaughter Biddy helped him to read and write كان في ست عجوزه وحفيدتها وحفيدتها كانت اسمها بيدي كانت بتساعد بيب يقرا ويكتب One night Joe told بيب about his life and that he loved his sister وفي احد الليالي جو هيقول لبيب عن حياته وان هو كان بيحب اخته اللي هي مراته اللي هي اخت بيب مسز جو جو told بيب that لم never went to school as his father didn't let him go to school but his father had a good heart. بيقول لبيب ان هو عمره ما رح المدرسه لانه باباه ما سمحلوش يروح المدرسه ولكن باباه كان قلبه طيب جدا هي taught Joe to be a blacksmith. وكان بيعلم جو يبقى حداد بيب وجو كانوا أصدقاء جيدين جداً. جو loved بيب so much that he asked his wife to hit him instead of بيب. جو كان بيحب بيب كتير جداً لدرجة إن هو كان بيطلب من زوجته اللي هي أخت بيب إن هي تضربه مكان أخوها اللي هو بيب. Mrs. Jo wanted بيب to be grateful to her and asked them to go to Miss Havisham's house. ميسز جو طلبت من أخوها بيب إنه يكون شاكر ليها وطلبت منه يروح لمنزل مس هافيشم she was a very rich lady who lived in the nearby village وكانت مس هافيشم ست غنية جدا كانت بتعيش في القرية المجاورة most people had never seen her because she never left her house معظم الناس عمرهم ما شافوها لأنها عمرها ما كانت بتترك المنزل Miss Havisham asked Uncle Pumpachuk to find a boy to play with a young girl who lived there. Miss Havisham طلبت من Uncle Pumpachuk اللي هو عم جو إن هو يجد ولد عشان يلعب مع بنت صغيرة عايشة معها هناك. Uncle Pumpachuk took Pip to Miss Havisham's house. وبالفعل Uncle Pumpachuk هياخد Pip إلى منزل السيدة هابشم a very pretty girl took Pep inside the house which was unused في بنت جميلة جدا هتاخد بيب إلى داخل المنزل وكان شكله كده منزل غير مستعمل everything was dark inside inside and most of the doors were closed كل حاجة كانت مظلمة داخل المنزل ومعظم الأبواب كانت مغلقة he entered a room with closed curtains lit by candles وبيب هيدخل أوضة مقفولة والستائر مغلقة وكانوا بيضيقوا الأوضة دي بالشموع هي مات ميس هافشم ويقابل بيب ميس هافشم the ذا the strangest lady he had ever seen ودي كانت أغرب ست قابلها في حياته ميس هافشم was wearing a white wedding dress كانت ميس هافشم بترتدي فستان فرح أبيض she told Bib that she had a broken heart. وقالت لبيب إن قلبها كان مكسور. She was tired and bored. And as them to play with Stella, the girl she adopted. كانت متعبة جدا وتشعر بالملل وطلبت من بيب يلعب مع ستيلا البنت اللي هي بتتبناها. The girl complained that he was just a poor working boy. البنت أول ما شافت بيب اشتكت منه وقالت إن هو طفل فقير وعامل. Stella and Pip were playing games while Miss Havisham was watching them silently. كانت استيلا و بيلعبوا وكانت مس Havisham بتراقبهم ولكن في صمت. Stella said he had dirty hands and ugly boots. استيلا كانت بتقول إن إيديه متسخة وإن الحذاء بتاعه قبيح. Pip felt ashamed. بيب شعر بالخجل والكسوف مس هابشم اس بيب وات هي ثوت اوف ستيلا مس هابشم سالت بيب وقالت له ايه رايك في ستيلا هي تولد هير ذات ستيلا واز براود اند في كان بيقول لها ستيلا جميله جدا وفخوره بنفسها ولكن كانت وقحه في المعامله بتعامله بقسوه Stella gave Pip some food and drink, but didn't hand it to him. ستيلا هتبدا بيب بعض الطعام والشراب ولكن مش له في ايديه she put it on the ground كانت بترمي الاكل والشرب على الارض tears came to his eyes but when stella saw that he was crying she smiled الدموع هتنزل من عيون بيب ولكن استيلا لما كانت بتشوفه بيبكي كانت بتضحك وتبتسم مس هابشم asked بيب to come again مس هابشم هتطلب من بيب يجي تاني بيب هيرجع البيت مجروح مكسوف من حياته البسيطه. بيب told Joe everything. بيب لما رجع هيقول بيب عن كل حاجه حصلت بينه وبين ستيلا. He told him that Stella was rude to him and he felt ashamed. بيب هيقول لجو ان ستيلا كانت وقحه معاه جدا. وانه كان حاسس بالخجل جو تول هيم تو بي هابي وذ هيز بوزيشن ان لايف جو هيقول لبيب ان هو يرضى ويبقى سعيد بمكانته في حياته بيب ديسايدد تو ليرن بيب قرر بعد كده انه يتعلم كويس ويحصل على تعليم افضل هي اس بيدي تو هيلب هيم مور وذ هيز ليسنز وهيطلب من بيدي ان هي تساعده كتير في دروسه and she agreed وهتوافق he hoped that with hard work he would become a gentleman. تمنى بيب من جواه ان بالعمل الجاد ممكن يصبح gentleman the himself المقابلة مع Stella كانت نقطة تحول في حياة بيب لانه كان عايز يحسن من نفسه عشان يجذب انتباه Stella يبقى أكيد استل عجبته وهو عايز يثبت إن هو إنسان كويس وعايز يبقى جنتلمان. One day بيب met Joe at the village inn وفي يوم من الأيام بيب هيقابل جو في فندق القرية. He was sitting with a strange man. كان قاعد مع رجل غريب. The man looked at Pip strangely. الراجل ده كان بيبص لبيب بشكل غريب. The man asked Joe if any escaped convicts had been found recently الراجل سأل بيب وقال له هو في ناس هربانة أو مجرمين هربانين من وقت قريب then the man stirred his cup of tea and Pip saw that he was using a blacksmith file بعد كده الراجل الغريب كان بيقلب الشاي بتاعه بيب لاحظ إن هو كان بيستخدم مبرد حداد it was the same file that he had taken from Joe's workshop a year ago وده كان نفس المبرد اللي بيب أخده من ورشة جو من سنة علشان يديه للكونفكت أو المجرم اللي قبله في المقابر but Joe didn't notice ولكن جو ما لاحظ كده يا ترى ايه اللي هيحصل تاني ده اللي هنشوفه ان شاء الله في chapter 3 until we meet again thank you Good boy.